طوال المباراة. الحمد لله، مبروك للجهاز الفني النادي الزمالك، مبروك لعيبه الزمالك الرجاله، مبروك للجمهور النهارده. 3 نقط مهمين جدا كنا في احتياج ليهم وسط الظروف اللي حصلت الفتره اللي فاتت. بس انا بس عايز اقول كلمتين ان لعيبه نادي الزمالك الموجوده دي رجاله، احنا اللي بنصنع النجوم، ما فيش حد بيجي هنا نجم. فريق الزمالك ما بيقفش على حد مهما كان ومين يمشي، سواء مدرب سواء لعيب، مع الف سلامه اللي مش عايز يقعد هنا بالسلامه. اللعيبه دي ان شاء الله هتكمل بالشكل الموجود ده، واللعيبه اللي موجوده في نادي الزمالك هتبقى احسن، لما تاخد فرصتها هتبقى احسن من الناس اللي مشت. ان شاء الله الفتره اللي جايه يكون الاداء احسن كمان، وباذن الله عندنا مباراه مهمه يوم الاربعاء لازم نركز فيها، لان اهم من الماتش النهارده عشان التوقف يجي واحنا متصدرين للدوري ان شاء الله. كلام مهم قوي يا ابراهيم، بيحط اكيد برضو لعيبه الزمالك تحت ضغط الفتره اللي جايه ان هم يثبتوا نفسهم اكتر. مفيش اي ضغوط، اللعيبه كلها لعيبه كبيره، احنا جايبين 25 لعيبه، اكيد اللعيبه كلها لعيبه كبيره تقدر تلعب تحت الضغوط دي ومتعودين على الضغوط دي. ان شاء الله الفتره اللي جايه كمان كل اللعيبه اللي ما كانتش بتلعب وتاخد فرصتها هتبقى احسن. النهارده شفنا ما شاء الله كل اللعيبه رجاله عندهم روح عاليه جدا، كنا متاخرين بجون كسبنا وضيعنا اكتر من جون، فان شاء الله الفتره اللي جايه كمان هنشوف الاداء احسن من كده، وباذن الله نقدر متصدرين على طول ان شاء الله. كابتن محمد صلاح يا ابراهيم، يعني انتوا احرزتوا